مساء النور لجميع، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. امبارح لما نزل فيديو كيف تفكر الناس بيمي من حولي، سألتكم يكون في بعض الاقتراحات، واليوم نقيت احد هذه الاقتراحات اللي بعتولي اياها امبارح. بس هيدا الفيديو حيكون شوي مختلف، شايفين انا كيف محمسة عليه. السبب مش بس رح يكون عنا اختيارات، رح ناقش هدول الاختيارات معكم في البث المباشر. فاذا المطلوب انه نحضر الفيديو للاخر، اوكي؟ وبنهاية الفيديو رح اعلق شوي عن بعض الامور، سو ما تقفوا هاي الفقرة. بعد من حتشوفوا الاختيارات تختاروا اللي بدكم اياه، وغدا رح اعلق او رح اشرح الاختيارات اليوم اللي حتختاروها. سو هيدا الفيديو هو عن هل أبقى مع شريكي أو لا، بغض النظر من هو الشريك، الزوج، الحبيب، الخطيب المستقبل، شخص عم تفكروا فيه بتعتبروه الشريك، علاقة حب، شو ما كان. للجميع across the board، رجال ونساء، هل أبقى مع شريكي أو شريكتي أو لا؟ احفظوا اختياراتكم عشان بكرة جاوب ما هو السبب، لأنه اليوم بالاختيارات حيكون الجواب نعم أو لا فقط، التفسير حيكون بكرة بالمباشر. واللي ما بيقدر يحضر بكرة المباشر، اللي بيقدر فيما بعد يحضر الحلقة تبع بكرة لحتى يعرف شو هو السبب. أحيانا ممكن ترسموا شيء وردي بخيالكم، تفكروا أنه العلاقة وردية إنما هي بالحقيقة ما عم بتفكروا شو اللي بصير هلا، عم بتفكروا شو ممكن يصير او شو ممكن يكون. في فرق بين الواقع والوهم. خلينا نشوف اختيارات هذه الفقره والاحجار، وبذكركم الاجابه فقط اليوم هي نعم او لا، او احتماليه نعم او لا بكره بالمباشر، بدل ما يكون فقط أسئلة عادية رح نعمل شوي مختلف. فبتمنى الأشخاص اللي بيختاروا ينضموا لإلي بكرة إذا بحبوا أثناء البث المباشر، وبحكي عن كل اختيار ما هي ظروفه وليش أنا قلت نعم أو لا، أو ليش طلع نعم أو لا. الاختيار الأول هو المرو الزهري أو بينك ستون. الاختيار الثاني هو الكالسايد الازرق، بلو هاني كالسايد. الاختيار الثالث هو اللازورد. اليوم ما نحن نحكي عن معاني الاحجار، ما في وقت. وديزرت روز، ديزرت روز الكلستر، يعني الاحجار اللي مثل هول موجودين بقلبها اذا انكسرت، بس انا ما كسرتها. اي اوف ذا تايجر او عين النمر، الاونكس الابيض، بايرايت أو فولز جولد، وخليط ما بين المرو الأبيض والجاسبر، نسيت شو اسمه. anyway خليط ما بين الحجرين. اوكي، فإذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. السؤال هو هل أبقى مع شريكي أو لا، بغض النظر شو كان وضع العلاقة. الجواب حيكون نعم أو لا فقط، وغدا التفسير في حلقة المباشر. بتأمل أنه بكرة تحضروا معي الحلقة لنحكي لماذا لا. الفئة الأولى الجواب نعم وإيجابي. اوكي، فاذا فئه المرو الزهر نعم وايجابي. الفئه الثانيه البلو كالسايد، الجواب كلا، هل ابقى مع حبيبي او اذا بدكم نتيجه من هالعلاقه مثلا، الجواب كلا. اوكي، فإذا البلو كلاستر البلو كالسايد الجواب لا. الفئة الثالثة وهي فئة اللازورد،
الجواب نعم. أوكي، بغض النظر شو هي الظروف، الجواب نعم. تمام، الجواب إيجابي إن كان هي أو هو، شريك أو شريكة، زوج، حبيب، طليق، اللي هو. الجواب نعم. وعلى الفئة الرابعة للديزرت روز، هون ما في نعم أو لا، في إشارة استفهام كبيرة بشرح لكم إياها بكرة. فيكن تضلوا، فيكن تفلوا، أحد الأشخاص هو المستفيد، إما أنتوا أو هن. بكرة بعطيكن الجواب أو بحلقة بكرة. أوكي، هون لا يوجد نعم أو لا. الكارت ميجر أركانا ويختلف عن الباقيين وله ظروفه الخاصة، بكرة بنحكي عنه. كمان الأشخاص اللي بحبوا التارو أو بتحبوا يتعلموا تارو، ممكن هيدا الفقرة يستفيدوا منها ليكون عندهم توضيح، خصوصا إنه مش الكل بيعرفوا يمكن بعض الأمور. Eye of the Tiger، الجواب ممكن لفترة قصيرة، ممكن لفترة قصيرة. أوكي، فإذا الكرت الخامس أو Eye of the Tiger ممكن لفترة قصيرة. الوايت أونيكس، الجواب نعم. أوكي، والجولد بايرايت، الجواب نعم. أوكي، أو حتى لو أنتوا بدكم تتركوا، الشريك مش رح يترك. هون بيختلف شوي، لأنه كورت كارد، حتى لو أنتوا بدكم تتركوا، الشريك مش رح يترك، فمش عزوكم. أوكي، بجوز تتخانقوا وتتصالحوا، بغض النظر تقولوا ما بقى بدي، قول هو ما بقى بده، هون مختلف. والحجر الأخير، الجواب لا. أوكي، فإذا نعم، لا، نعم، إشارة استفهام، ممكن لفترة قصيرة، نعم، بغض النظر بدكم أو ما بدكم رح يبقى أو رح تبقى العلاقة، وهون الجواب لا. بحلقة بكرة ناخد شرح وتوضيح أكتر. فيكم تسألوا هل يا ترى بقدر أشوف أكتر من خيار؟ يفضل إنه الخيار الأول هو الخيار الأصلح. لما بتنقوا 2، 3، 4، و5، إذن المشكلة فينا، ما عم نقدر نحدد شخصيتنا، منا كتير ثابتة، عم ننشد شيء منه موجود. باختيار كارت لازم دايما نكون على شيء ثابت لحتى نوصل للنتيجة اللي بنيها. إذا بدنا نفصل الشيء على وضعنا نحنا، فهون بصير مشكلة. بتأمل الأشخاص اللي بيكتبوا لي الجواب خطأ يتذكروا إنه مش هن اللي عم يقروا، أنا اللي عم بقرأ. ممكن الاختيار خطأ، ممكن أنتوا ما تكونوا على ثقة بشو عم بصير معكم، ممكن في بعض الضياع، ممكن صغار بالعمر، ممكن الموضوع ما بيهمكم، عندكم حشرية أو فضول. بس تحديداً اللي بيكتب لي لا القراءة خطأ، بعتذر منكم، أنتم خطأ، القراءة ليست خطأ، لأنه أنا اللي عم بقرأها مش أنتوا. لما أنتوا ليس عندكم هذه القدرة على القراءة أساساً، ما في 2 تارو بيقروا نفس الشيء، كل واحد حسب روحانيته. فبعتقد تفصيل الكتابة خطأ شوي، الخطأ في الاختيار، أو بجوز الفقرة منا لكم. خلينا نتفق على الشيء حتى ما نقول لا القراءة خطأ. القراءة مش خطأ، لأنه أنا اللي عم بقرأ، أنا بعرف شو عم بقرأ. فالآن بكرة بتأمل أنه تحضروني على المباشر، رح حاول أكون معكم الساعة 12 توقيت فلوريدا، يعني تقريبا الساعة 6 توقيت غرينتش، 7 توقيت العراق ولبنان، 8 توقيت السعودية، 9 توقيت أبوظبي.
المغرب، بعتقد بكون الساعة 5 بعد الظهر، ما عندي فكرة. ونيويورك توقيتهم مثل توقيتنا. كاليفورنيا تقريبا بتكون الساعة 9 صباحا. تصبحوا على ألف خير، بشوفكم بكرة. من اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم إشعال بس مباشر. أنا ميا الجندي.